يعني مو ياخذ فلوس ها وطفل شنو ذنب الطفل؟ كله من وراهم، كله من سببهم. والله والله لو يطيرون اخذ حقي منهم. الحاله مال ابوه حاله ماساويه. ولدي راح، ولدي بعد ولدي راح، ولدي ولدي راح، ولدي ولدي راح، ولدي. القصه صارت هو قلت لك يشتغل ويا اخوه، يعني طاح يعني اشتغل هيك هاي كواتير الحديد والمنهوله حاطين عليها هذا غبغ مال مبرده، مال مبرده اكو غبغ مال مبرده حط على منهوله غير الها حديد لولا رئيسيه طالع. هو ابنه ولا ادري بيه طاح هنا في هذا شلون مقطع ياهو، لا عنده عدو ولا هذه. الحمد لله وشكر لقيناه مسافه بعيد والله، طبت بالماي والمنهولات وجت هاي الغواصين وهم ما طلعوه. لما وصل للبوريات الرئيسيات وشغلوا ذل اللي يفترن اندفع بالماء، القسم ضل منه وقسم راح بالخيس. وين صار بيا تاريخ؟ يعني طفل كامل عمره 10 سنين يطلع بس رجل، بس رجل والله العظيم بس رجل. ومن الباحة لقوه بالثنتين، للثنتين بالليل يلا طلعوه، والله نريد نودي التحاليل بغداد. هذا مو ابنكم، نريد التحاليل بغداد انه برجح ان هيك شو اسمه خابروا لكم واحد بالطب العدلي. والله البارحه بالاربعه الصبح يلا وصلنا هنا.